بسم الله ويا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وأولى حلقات برنامج الترند. في البداية بصراحة يعني أنا عن نفسي مفتقد جدا التواصل مع جمهور النادي الأهلي، دايما متعود على مدار سنين كتير جدا وبفتخر بالتواجد داخل قناة النادي الأهلي في التواصل الدائم مع جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بشكل عام، ودايما الواحد دوره بيكون أنه يوضح كل الحقائق عن النادي الأهلي بشكل أو بآخر، والرد على كل التساؤلات على الساحة الرياضية المصرية وتحديدا فيما يتعلق بالنادي الأهلي. المرة دي احنا طالعين من خلال برنامج الترند. برنامج الترند ده اللي بالنسبة لنا هو النادي الأهلي، الترند اسمه لوحده يكفي. دايما بتلاقي أخبار كتير جدا تتكلم عن النادي الأهلي. احنا قبل كده لو تفتكروا البرنامج اللي فات كنا بناخد الأخبار دي من على صفحات الجرائد ومن على المواقع، لا احنا المرة دي هناخدها منكم انتوا، منكم انتوا، اي خبر، اي معلومه عايزين تسالوا فيها، عايزين ايضاح بالنسبه لها، احنا دورنا ان احنا نرد على حضراتكم. فبالتالي عشان النادي الاهلي هو الترند الدائم فالاخبار كتير جدا بتكون عليه، اخبار سواء ايجابيه او سلبيه، اخبار حقيقيه واخبار معظمها ايضا بيبقى غير حقيقي. فبالتالي احنا دورنا هنا ان احنا نتواصل مع حضراتكم ومنكم ونرد عليكم ونوضح لحضراتكم كل شيء. فبالتالي مبسوطين جدا ووحشتونا جدا ومفتقدينكم بشكل كبير قوي قوي قوي، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم خلال الفتره اللي جايه. البرنامج زي ما حضراتكم عرفتوا اكيد اول امبارح في الافتتاح اللي كان رهيب وكان شكل اكثر من رائع فيما يتعلق بقناه النادي الاهلي، البرنامج هيكون على مدار 5 ايام في الاسبوع بدايه من يوم السبت لليوم الاربع في تمام الساعة 5 مساء لحد الساعة 6 بإذن الله تعالى، عشان نتواصل مع حضراتكم بالشكل اللي بإذن الله تعالى يرضيكم. كمان عايز أتكلم في جزئية القناة تحديدا، ولازم، وبما أننا في أول حلقة يعني الواحد سعيد جدا جدا، أنا داخل نفسي مفتوح على الهواء، مبسوط جدا أن أنا موجود في ظل هذه الإمكانيات الرهيبة وفي الشكل الكبير اللي حضراتكم شايفينه ده. فبالتالي لازم نحيي ونشكر كل الناس وكل القائمين على هذا المظهر الرائع، الشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي سواء من ناحية الصورة أو من ناحية الديكور حاجة تفرح كده وتخلي النفس مفتوحة، وداخلين كده مبسوطين في البرنامج ومبسوطين إن احنا بنتواصل مع جمهور النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية نقدم لحضراتكم شيء جيد ومميز ويليق بيكوا أنتوا، لأن ده الشيء الأهم. ودايما قناة الأهلي على مدار في الحقيقة 48 ساعة الأخيرة، الثلاث أيام اللي فاتوا دول يعني كمان مش 48 ساعة بس، هي ترند. كلام ما خلصش على قناه النادي الاهلي، في حاله فرحه وسعاده عند الجماهير، وده الهدف الاساسي اللي كان عند المسؤولين ان احنا دايما نرضي جمهور النادي الاهلي. انا بفتخر عن نفسي، بفتخر جدا بالتواجد وباستمرار عملي داخل القلعه الحمراء بالتحديد في شق مهم جدا ومنبر اعلامي هام للغايه وهو قناه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نقدم حاجه ترضي.